يعني هاي شو امريكان يساعدني ترامب ولا يساعدني يعني. او جا بادي شو جماعه باش نختموا بادي شو روحه بادي شو ليزون شو ما يخصك رانا هنا. سلام صاحبي بلال، سلام ورحمه. بلاش هذا بادي شو وراه عايش اي اوريجن. ايه واتساب مان، تسمع فيها؟ دقيقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة. يا سيدي هذا وين كنت؟ الناس قاعد تحوس عليك. والله نشوف الناس كامل طاقي فيها قلت غير الخير. يا سيدي ما خليت ألاسكا، ما خليت فلوريدا، راك حوس أكثر مني. لازم 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 تدور، لازم تحارب. وألاسكا هذيك عجبتك؟ ايه عجبتني بس صعيبة. وراي بتاع اللي الناس، عجبتك، بتاع الناس وراي اللي عجبتك. يا اخويا. اوريجن راني مرتاح. اوريجن البرد يا خالي، البرد البرد ربي يفتح عليك ان شاء الله، ربي يسهلك. شو ما تسحقوا ان لا شاء اروح الله ان شاء الله. للصابانه، اروح لجورجيا يا والله رانا كنا وين ولينا. الحمد لله الحمد لله. يا اخويا. شو ما تسحق اروح، لان عندي زاوره ندير لك داخل الزاوره وخلاص. كيفها والله؟ منين اسمك؟ قلت لك او عندي زاوره تاع النمر هذيك نعطيها لك تدفع بها. والله عندي ربي شويه يعيشك. حمود بوعلام، عندي شويه حمود بوعلام. انت لا والله بالك مين فادي اسمه شوف اللي قاعد يشتيوك. هذا؟ بادي هذا والله. انا تاني كامل نحبهم كامل والله. والله قاعد يحبوك. اولا تو عندك لاكسون تاعك تاع العنانبه، احنا نحب لاكسون تاع العنانبه. وثانيا انت صح بس مغامر. مغامر. دوك الناس راهي تشتيم هذاك فقمان هذا اللي ضرب السيد وكذا وكذا ودار والسرق يا وكذا والله وكذا. راني نشوف، راني من قبل عندي واحد السمانة وانا نشوف يعني ربي نشوف يهديك. نشوف نشوف ونشوف الناس طاقوني في اللايف تاعك. حتى دخلت قلت واحد سكت سكت سكت، قلت واحد لازم يحكي. مالتي الحكاية عندها يحكي يعني حاجة مود. عادي، يحكي نورمال عن نو شغله. مانيش نحكي عادي من حتى من واحد. انا تفضل، يعني ثم ما دوك الناس يتسمعوا وناس يتسجلوا. اللي يحب يجي يعرض لي في الدورة كفاية. لا لا ان شاء الله واحد ما يجي. المهم كفاية كفاية نبدأ. اول ما جيت الماريكان لقمان هذا، اول ما جيت انا بعد وقيل جا هو بعدي بواحد شهرين. ثم انت جيت كنت انا تخرب. كنت عندي واحد كنت عندي واحد اصبر دقيقه، واحد لي ماي ايربود داي دقيقه برضه. السير Can you hear me? يا Okay. جو قلت هيد. لك اول ما جيت الامريكان تلاقيته هو اول واحد زين يعني تلاقى به، خاطر جا هو بعدي الله اعلم بواحد شهرين ولا ثلاثه. اوكي المهم كنت انا كنت عندي واحد الفيلو بي ام اكس نشفالها، لقيت واحد الخدمه عند المصري كنت رايح نخدم في الليل في البرد. المهم ما كنتش نعرفه، انا شفته من بعيد منه. سلام سلام، قال لي انت جزائري؟ قلت له انا جزائري. المهم رحت مره تايم سكوير we can hear you. لفحه تسمع فيها. قلت لك اول الايام الاولى كي جيت الامريكان كنت دائما نروح للتايم سكوير. جاتني النفحه تاع البلاد الجديده وعجبتني البلاصه، ونلقى هو ثم. قالوا لي بلي راه كاين واحد جزائري نسمع جزائري يدير في اسمه في الستريت بيرفورمنس ستاف لايك ذات. قلت شكون هو؟ حتى كشفته من بعيد عرفته، قلت ايه السيد هذا مشيت لقيته عندي واحد شهرين من جيت الامريكان وتلاقيته. That's good, yeah. المهم سلام سلام، قال لي ايه شفيت؟ قلت له المهم قعدنا نحكوا من هنا. انا كنت مكتب. شوف صراحه قبل الاخر ما نكذب عليك ما والو، كنت حاب نروح لتكساس وكنت محتاج دراهم جاي جديد دور ولا ما عندي والو. قال لي حكيت له كنت على نياتي، كنت عمري 18 سنه. حكيت له قلت له كيفاش هاو كيفاش هاو كيفاش راني عندي فاميليا هنا وخرجوني من الدار. راك تعرف تجي الفاميليا وخرجوني وحاب نروح تكساس. واش قال لي؟ قال لي خلاص، قال لي ركب التليفون تاعك. كان عنده التليفون تاعه ويدير فيه ميوزك بالاكس كورد. Yes, sir. عطاني التليفون قال لي احكمني التليفون بركه ودلنا الميوزك من التليفون تاعك because his phone died and then we go across the street and I pay you. I was like okay. I said it's okay. I mean it's good because I need the money. That's المهم good. بعد ما كملنا الشو من هنا جاب دراهم كبيره. مانيش حاسد وربي يزيد وربي يسهل له، فهمت؟ المهم قلت له هانا كملنا ونروح. قال لي روح تشوف معايا. رحنا نشفى لها، كاين وحده في 42nd ستريت، كاين واحد الحانوت تاع سيفورا. نو اتش ان ام ولا سيفورا والله ماني شايفين. المهم واحد الحانوت سوبر مارشي. دخلنا من هنا تقاسم دراهم كامل مع صحابه، ومن بعد خرجت من ورايا ما لقيتوش. هرب. This is the first step.
تهرب، هذه فيرست ستيب. انا قلت ممكن السيد مع الغاشي ونيويورك ومنها ممكن يقول لكش ما راح ولا حاجه، قلت معليش، قلت نتلاقاه مره اخرى من عندي، ما يطلب تليفون ما كاينش. المهم دور تروح ليهم ودور ليهم، باقي لها بعدها واحد سمانتين ثلاثه نلقاه في تايم سكوير في نفس البلاصه. قال لي صبر. قلت له رقم، قلت له اعطيني دراهم. قال لي صبر دقيقه برك، روح مع صاحبتي انا راح حشاكم معاها للدار تاعها، نقعد معاها ونعاود نرجع. كنت عنده الالمانيه هذه، عند المانيا سكران السيد، سكران سكران اللي تروح سكران. يا المهم ما حبش يعطيني دراهم. قلت له شوف، قلت له يا تعطيني دراهم يا تبرس. قلت له راني نضحك، نقول للناس الفيديوهات اللي سبعتهم لي كامل سكران، راني نضحك. قلت له خير واحده مزول. واش راح دار؟ راح وش قال يا ربي، راح يكذب على اصحابه وقال لهم باللي راهو هو اللي حاب يسرقني في دراهمي، وعمري ما شفته، وعندي شاهد كان معي صاحب واحد بليدي، كان هو اللي حتى هو يدير معاه الدانسين والستريت بيرفورم هذاك، او حتى هو اللي كان يشوف الفيديو هنا راه شاهد وعلى باله كل شيء. المهم بعدها بعث لي ميساج، في رحت انا لتكساس، بعث لي ميساج وصحابه كامل يعرفهم في تكساس، صحابه كامل عرفني باللي انا حطيت انا في ستوري في الانستغرام باللي راني في تكساس، اللي عندها واحد 4 سنين 3 سنين التالي. قال لهم باللي راهو جاي هذاك وراه هو اللي سرق لي دراهمي، انا سرقت له هو دراهمه. وانا شوف انا جديد، ما عندي لا لغه، ما عندي لا لغه، ما نعرف حتى واحد، رايح على ربي يا خويا انت مجاهد. كذب عليه، رحت لتكساس نزلت واحد البوست، مش كيف ما الناس يعاونوني من يقول لي خدمه، والو والو. هو السيد راه هضر لهم باللي انا هو اللي سرقت له دراهم، وانا جاي جديد هنا الامريكان، ما عندي لا لغه ما عندي والو، باش تشوف. ومن بعد بعث لي ميساج في الانستغرام، وندلك في اليوتيوب ومنه ومنه، وطيح لي. شوف صيح لي، قال لي واش كاين، قال لي طيح هكذا كلمه زوج طيح، سب لي الوالده، شفت، سبني انا، طيح لي. شوف قال لي واحد الهضر، اقسم لك بالله، يعني الواحد يعني ما يحشمش، يعني الواحد كما يقولوا لي وجهه صحيح ما يقولهاش، حيرني. وانت مظلوم يعني. يا 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 سبحان الله العظيم. ومن بعدها منه هو من الناس اللي تبعوا فيه يعرفوني. شوف لا نروح عند عربي، لا نخرج مع عربي، لا ندور مع عربي، انا لا امريكا، نخدم عند انا عربي، امريكا اروح لعندي، لا نخدم مع عربي، لا نصاحب عربي. شوف عندي الهيسبانكس وعندي الوايت بيبول، انت تبان اسبانيولي، تبان اسبانيولي، تبان تاع البيرو. شوف قسما بالله ما ندور حتى بواحد. شوف لي كاع ماشي يعني نتكبر على العرب ولا حاجه هكذا، سبحان الله. تقول كاش واحد قال لي شوف عندك حق، العباد هذو العرب بعد عليهم، الحمد لله لقيت راحتي، ولقيت راحتي. يا بصح لي غضبني برك، كنشوفه في الفيسبوك، كنشوفه في اليوتيوب، واللهم صيب النافع عنه، انا شيد ازح، سبحان الله يا ربي. يعني علاش هيبوكريت، علاش يعني بينك بين روحك نفسك، نفسك قلبك ما ينبكش، ما يقولكش الشر اللي درته في الناس، يعني اعطيني برك وجهك، وجهك كامل. شوف كامل غلطنا وكامل يا شربنا مازال انا وكامل غلطان، رحنا صح، وكامل رحنا للبار وكامل، يعني يو نو يو اوريدي نو. يا بس صح انا في واحد البار في يجيه اسبانيا وقت، باش يعني. شوف ما ذكرنا اني صغير، يجيه وقت خلاص العفايس تاع الاولاد الصغار اللي كان يدري فيهم الطياش يحكم بلاصتو. انت ما شاء الله راه عمرك 26 سنه، علاش في اليوتيوب ولا تروح تصور روحك ما تحكيش للناس الحقيقه، تقول لهم باللي راني انا يا ناس راني سبيت فلان وراني طيحت بفلان، فلان في يعني في العمر تاع بابك، كبير نقول له نطيح له بامه ونطيح له بخالته ونطيح له بعمته، علاش ما تحكيش للناس الحقيقه؟ ما تخافش كيما قلت انت، يعني كنت تحب لي زابوني راهم يجوك لي زابوني، وتقول لهم حتى جيبوا وتكون عندك ماشي مليح يجوك وتخدم. الزابوني، حتى وتكون ماشي مليح يجوك الزابوني. اكزاكتلي اكزاكتلي. انا الشيء اللي قاري كنشوف فيه في اليوتيوب مره على مره هكي يطيح لي في اليوتيوب، حتى في اليوتيوب مانيش مابوني خلاص، وخاطيني السوق حتى تاعهم، انا وعمري نحيت ما انا هدرت حيت حتى انا على واحد. انا كنت ابوني وراك دي تشوف، زابوني. وراك تشوف عمري ما هدرت حتى على واحد، وعمري بالعكس دائما الناس يبعثوا لي يقولوا لي شوف احضروا احضروا، نقول لهم خلي ربي يسهل كل واحد في حاله، ومانيش راح نهضر حتى على واحد. انا راني كيما يقولوا راني like I'm a solo man, I like to do like stuff by myself, you know what I mean. Yes, sir. So نشوف فيها في اليوتيوب ازحرت. حتى البارح قاعد في الليل عندها واحد يومين ولا ثلاثه، نشوف فيه يضرب فيه واحد السيد، ضربه بكل الناس كامل ديابيتيك هذا يشكوا لي السيد، عنده السكر وظالم هذاك السيد، وعنده ظالم. السكر، وعنده السكر. لا لا هذاك حتى السيد جاني ظالم، واحد بس الناس صاحبي تكون تعلم، بس هذاك السيد ظالم، بصح شوف طريقة ترى. نقول يا صاح على بالي به السيد ظالم، يعني واحد ما يكذبش يا زين، نقولوا ظالم ظالم. انت الطفله، عندي صحابي ورم كانوا في نيويورك وكانوا معاك، سامحني
تفضل. يحكوا لي باللي الطفلة هذه الديرية اللي تقول أنت أختي، قول له كل ويكاند وكنت تروح، يعني بين خليني الحكاية أسكت. تاعها، بين الحكاية تاعها. بين شوف كانوا مصاحبين، وكان هو كما قال حب يقرب منها، وحب يدنا لها، وحب يدنا معها منها. هي ما قبلتلوش، كما قبلتلوش قطعناها. هو باللي الطفلة مش يحب والو من عنده، ده روحه كومكو يدافع عليها، باش تشوفوا هي بعينها يكبر باللي او هذاك هو راجل، تعطيه هو الشيء اللي يحبه. باينة يحب ياكل ويرقد. اكزاكتلي انيمال. هذا الشيء اللي قالني، حبيت برك نطلع نهضر الحقيقه، واللي عجبه بيان سور. لا اللي لا عجبه هضر عجبه، هضر واللي ما هضر. عجبوش هذا هو السوشيال ينحي ميديا، سبسكرايب هذا هو وينحي السوشيال لابوني ميديا. من اليوتيوب. انا شوف الحق راني عمري ما هضرت حتى على واحد، ودائما الحوايج اللي فيهم العرب والقيل والقال خاطيني، الناس كامله ما يعرفوني بصح. انسان راهو كثر نهار يسمع، وراهو ينيم فيكم، وراهو يكذب عليكم، وراهو يتمسخر بكم. انا اول ما دخلت اليوتيوب قلت لكم يا جماعه راني حراق، قلت لكم باللي غلطت، قلت لكم باللي شربت، قلت لكم باللي رحت لي بار، قلت لكم باللي داير كنت داير هكا حلا. بس الحمد لله يا ربي تبت، ويعني مش يعني نحكي لك باللي كنت نديرها يعني سرقت ولا دخلت الحايل، لا نحكي لك يعني على الطريق اللي من هي. ما لقيتش لي ينصحني، كان في عمري 18 سنه، جيت صغير، ما لقيتش لي ينصحني. بعد مع الوقت وعيت مع روحي الحمد لله، يعني مش نقول لك بلي راني ام بيرفكت ولا ملاك ولا حاجه، برك الشيء اللي حبيت نوصله بلي راك الانسان هذاك. شوف هي هاز تو اوبشنز، يا يتربى يحكم طريق، يا يعشي في الحباس، ولا يعشي يحاكم واحد مكسر له فمه كما دار له هذاك تاع الافريكان في تايم سكوير. ربي تو يهديه، اوبشنز، تو اوبشنز. ربي اللي يهديه. يقول لك راك طالع باش دير الباز ولا حاجه، انا قاع كل يقول فيديوهات على هكذا، قاع اليوتيوب يقول راني لنا نحيتهم نتربي. كامل، وما عندي حتى حاجه باليوتيوب، ها؟ وعقلي غندير اصلا مش هكذا في اليوتيوب في والسوشيال اليوتيوب. ميديا، يعني عندي اموري اخرى خاصه لا يعني لا مع احنا رانا عربي. خدامين هنا، رانا نقراو، كاين يدير اليوتيوب باش يعاون الناس، كاين ينحي ضحك اكزاكتلي الخاطر، كاين يقصر، كاين ما عندوش يدير يروح يدير لايف كيما انا في الانستغرام يقصر. هذا ما كان سي با اتس نوت انكم. اي دونت كير اباوت ماي قلقني يوتيوب شانل. قلقني قلقني قلقني. نشوف كل مره في اليوتيوب طيح لهم شيخ ويكذب على الناس، ويجيب لهم يجيب بهم في الدراهم ويدخل بهم في الفولورز. يا اخويا جيب الدراهم جيبها، احكي الصح واروح للناس شوفوا بلي هي احسن. شوفوا يا احكي اخويا صح، قال انا غلط، نشوفوا احكي صح نشوفوا. بالعكس والله يكون يهبط فيديو يقول لهم بلي انا غلطت في حق فلان وفلان وفلان، والله يلقى التفاعل ودوك ويعاونوه. تشوفوا يا جماعه، دوك تشوف النكست فيديو تاعه راح يبداوا من يهضروا فيا، وهذاك طارق تاع سافانا 40 سنه دوك تشوف فيديو جايح يدير لكم ستوري ايه ويقولكم طارق وكذابين سافانا ومنقفون وهذا، ويتحرشوا في بعضهم، والفتنه الفتنه هذاك الانسان شوفوا والفتنه ما يترباش وبدا القاطيع ما تاعه يترباش. هذاك القاطيع الفضايح، وهذو العباد يفضحوا يعسوا في الناس ما يتعاونوش، وحنا قاع نعاونوا فيهم في اليوتيوب ونعاونوا وننصحوا من نفسهم ولا لا. الله غالب، هما لا شغل يبنوتيزي، فهمت؟ شغل مسحرهم. وعلاش مسحرهم؟ باسكو يجيب لهم سحرهم فتيات، يجيب لهم دي بياس يا 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 وبيكيني يا ويخرط عليهم ويكذب عليهم. شغل اتراكتيف، فهمت؟ عيار ماجنتيك، فهمت؟ ماجنت اكا هيريو. قلت لك قاعد من ولايه لولايه، روح عنده الدار ايه اعوذ، تقول له لقمان، قلت اعوذ بالله. علاش يا اخويا سبحان توصل في الله روحك؟ علاش توصل في روحك؟ خلي صورتك، خلي صورتك مليحه عند الناس، يعني علاش توصل في روحك؟ وعلاش حتى لو كنت الحاجه بينك وبين راه ربك هنا علاش راه هنا تخسر على بالك بلي نفسيتك؟ راه هنا هاوليك راه هنا ها؟ يا لقمان، على بالي بلي راك هنا وطيحت لي بخالتي، وعلى بالك واش راني نهضر. وهو على باله واش ما راني نسيت نهضر. هذاك شا بون، قلت لي باسل وجايح. انا صح باسل جايح، ما اقول واش حبيت، راني مسامحك صح، طيحت لي بخالتي وهذا السيد باديش، وراك طيحت له وطيحت يمات والد، وراك درت على فيس ماشي مليح، توب لربي واطلب السماح، خاطرش حنا ما نسامحكش الى يوم القيامه. وما تلقاش تطيحين ودير الستوريه توعك ودير الفيديوهات، فهمت؟ باسكو انا كان نبدا ندير عليك فيديو، انا ما عنديش الوقت، حنا نخدموا ونقراو وعندنا مسؤوليات ورانا مزوجين لو وعندهم والله دراري لو وعندنا. right now والله شوف يعني right احشم now شويه على روحك، وعلى بالك يعني بلي right راك هنا now راك هنا راك هنا راك بكونتراكت عطينا اخر. احنا رانا عطينا قيمة أكثر من اللي يستاهل، يعني ما نطولش يعني الهضرة فيه وكفاهم يعني الإنسان هذا، يعني سبحان هاو الله لا يعني شوف، just هاو I لا just هاو يطيح، ها yeah. هاو الفيسبوك تاعو اسمه هذا الانستغرام ناس. انا شوف انت راك طيح لي هكذا، انت راك طيح لي باسكو عباك واش يقول لك؟ يقول لك اسد علي وفي الحروب نعامه. شوف انت راك طيح عباك بلي انا ما ندير لك والو يا لقمان، والله ما ندير لك والو، والله ما ندير لك والو. وانت الا حبيت كش ما تدير زعما والله غير نخليك، بصح ما تنساش انا راني امريكي، انت راك حراك ما تلحقش روحك المشاكل، باسكو انت ما عندكش افنير في الجزائر، باسكو في الجزائر تروح بالك يحقروك بالك يضربوك راك صغير بالك الناس يحلفا فيك، فهمت؟ وهذاك السيد راك ظلمته، انت يا شغل عندك العزه بالنفس، عندك العزه بالنفس. انا نحكيها لك على بالي بلي راك هنا، شكون انت يا ما تسمعش فوق هذا باديشو راه هنايا. يقول لك بلي سرقته، استعرف قال وي سرقت باديشو
هام درهمو طيحت له بما واسمح لي كنت سكران نورمال قعدنا دي ديف وانا عندي دي ديف ما ليش انا هاك تقول لي قلت لي انت كبير وجايح وحده انا صح في عمري 41 سنه يب. على كل حال وش راح نقول لك يا بادي شرحت كوبا ابقى لها 2 مينيت اوكي حبيت تكمل انا كمان انا اروح على ان شاء الله انا اقول لك حاجه لقمان ربي يهديك والله غير ربي يهديك انا اللي مسامحك انا من جهتي مسامحك طيحت لي بخاتي ما مسامحك وربي يهديك قول عليا وش حبيت دير فيديو دير ستوري جيب صحابك دير وش حبيت الناس تعرفك والناس تعرفني تفضل يا فادي شو خلينا نروح يا خويا كيما قلت ربي يهديك وربي يهدينا ربي يهدي الناس كامل وربي يهدينا حتى احنا كامل عندنا عيوب بس الواحد يستر برك وخلاص ربي يهديك ربي يهديك والله ما فيها والو ما فيها والو احنا خويا ما طلعناش هنا باش نطيحوا لك ولا نسبوك ها طيح لي جال هنا طيح لي هاكو تشوفوا يا جماعه طيح لي هنا طيح لي ما درت له والو طيح لي يقول لك راكم تهضروا فيا وتعسوا فيا باش نحسدوك رانا بقرا كاين ربي كاين ربي رانا قاريين ورانا كراك تقول انت تورنيت انا تورنيت في مسلسل امريكي وعادي وراه المشكله تورنا واحد وش تورنا وش تورنا وش تورنا والو احنا نحوس خلاص الدنيا هذه كرهناها انا 41 سنه انا حوست في كاع الاوروب كرهت انا الدنيا هذه خليها لك ليه وش تورنا لا شوف شوف خليه حسابه وحسابه في البلاد في البلاد في البلاد راه ما يحلفش لك على كل حال اقسم لك بالله يا غير الجماعه راهم متحلفين فيه والله غير يكسلوه اقسم لك بالله حسابه في البلاد نطيح امريكان ومنه ينفخ في روحه راك ما كان والو حاشاك قسما بالله هاك اللي تحق سيد ويوم القيامة كيف هدي هاك اللي تحق سيد وسرقت سيد سرقت له فيستا يكتب على الناس وبعد يقول لي نفتحك ويبعث لي في الميساج وشافني جديد وشافني نية وما نعرفش حب يستغني وشغل ويهدد فيها بالميساج ونفتحك في اليوتيوب ودسن دا ودسن. يعني شوف هو يبكي شوف يقتل الميت يمشي في جنازته 20 سكند لاس يقتل الميت يمشي في جنازته هذه كلمة الختام يا خويا مع الختام ان شاء الله ربي يهدينا ويهديه تهلا في روحك أي خويا تهلا في روحك مع السلام عليكم تهلا في روحتكم ربي يحفظكم وربي يهديك يا لقمان تهلا في روحتكم والسلام عليكم